معلومات لا تعرفها عن الفنانة القديرة خديجة أسد. خديجة أسد ممثلة مغربية من مواليد مدينة الدار البيضاء سنة 1990. بدأت مشوارها الفني برفقة زوجها الراحل عزيز سعد الله في المسرح، كما أنها رافقت فرقة طيب صديقي خلال السبعينيات من القرن العشرين، وقدمت العديد من الأعمال الفنية المسرحية منها سعدك يا مسعود، النخوة على الأخوة، وخلي بالك من المدام، وغيرها من المسرحيات. كما أغنت الساحة الفنية المغربية بأعمالها الشهيرة، تنوعت بين المسلسلات وتقديم البرامج والأفلام السينمائية، وشكلت مع زوجها الراحل عزيز سعد الله ثنائيا فنيا ظل راسخا في ذهن المشاهد المغربي. وتعد سلسلة لالا فاطمة من أحسن وأشهر أعمالها، وكذلك فيلم نابرون سنة 2009، إضافة إلى تقديمها برنامج لالا عروسة الموسم الرابع سنة 2009. وكذلك قدمت دور بطولة رفقة زوجها عزيز سعد الله في مسلسل مشي بحالهم سنة 2018. وبعد مسارها الحافل بالنجاحات، ودعتنا الفنانة القديرة خديجة أسد إلى دار بقائه في يوم الأربعاء 25 يناير سنة 2023 عن عمر يناهي 70 عاما جراء مرض السرطان، رحم الله الفقيدة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.